بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، جمهور ميدان الطي، حضورنا المميز على بركة الله وحوضه. انطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، شوط ناموسي، شوط يحمل شعارات جميلة لها ثقلها واجتهادها في هذا العالم الجميل. نحن نسير هناك في ساحة وكوكبة هذا الشوط. مع بداية هذا الشوط شعار بن عجيل هو من يتقدم لشكله، الشكلة عبد الله بن علي بن عجيل على المركز الأول، النقلة هناك على ثاني المراكز سمح مطر بن غانم مسفر المنصوري دبنما اللي في المركز الثالث يحجز الرقم عني للأسف، نقلتنا هناك على المركز الرابع اللي هي جمردلة مانع بن محمد بن قضيب العليلي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس هناك أيها الأخوة أيها الجمهور على خامس المراكز، والله أشواط يعني اللي هي الطيارة عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، وفي المركز السادس أرى شعار خليفة اللي هي جو خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز السابع هناك اللي هي الإسيلية للسيد عبد الله بن مبارك القراقي المزروعي، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن تأتينا هناك اللي هي جواهر لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري، وفي المركز التاسع وصل شعار محمد بن أحمد بن حلوة أيضا على ظهر بعاد، نقلتنا على المركز التاسع. تتواجد معنا الحان ولا من الشاهينية بدر بن ناصر بن سالم ممردد، ها هي كانت النتيجة. وفي المركز العاشر هملولة راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة أيها الجمهور. للمراكز العشرة ذعناها عليكم بالهوى التمام، نذهب مع سمحة في المركز الأول يا بن غانم مطر بن غانم بن مسهر المنصوري، ولكن جو أسبح لك بجو الفضاء وطير لك فوق الغيوم خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، النقلة على المركز الثالث هناك من الجانب الثاني جبارة لمحمد بن درويش بن عاطف المزروعي، وفي المركز الرابع متعبة مطر بن سعيد بن حلوة الشبي، وفي المركز الخامس هملولة راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، شعار بن هويمل يتجول على ساحة الميدان ينتقل من موقع إلى موقع ما شاء الله، اللي هي جواهر محمد بن أحمد بن هويمل العامري ما شاء الله تبارك الرحمن. هكذا هي النتيجة للكوكبة الخماسية المتقدمة على الجميع، ولكن سمحة مسيطرة على المركز الأول في مركزها السبع، بن هويمل من الجانب الثاني مع جواهر محمد بن أحمد بن هويمل العامري، سمحة للسيد سمحة أيها الأخوة. أيضا تتواجد مطر من غانم من مصر المنصوري، ولكن الحميري مع هملول راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، سلام يا أهل الخوانيج، بقول سلام للخوانيج، سلام الحميري، سلام تعالي النوز. هاي المركز الثاني هناك من الجانب الثاني، ثالث المركز سمحة مطر مغانم مسهل المنصوري، المركز الرابع اللي هي جواهر لمحمد بن أحمد بن هويمن العامري ما شاء الله. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس وسلام عليكم كافة يا هاي الخوانيج وين ما يسكن. راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري بمناسبة فوز هملوله في المركز الأول في شوطنا التاسع، والتوقيت هزا من 3 دقائق على الثول 18 جزم الثاني، تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن